نعم. طيب المباراة ستقام في الأول من فبراير بإذن الله، وهي ستقام في جو ودي وأخوي، ولكن فليكسب الأحسن. على ملعب إيه يا فندم؟ الأهلي سيدعمه. هتقام في أي ملعب؟ نفس الملعب؟ ستقام في ملعب الهلال الجوهرة الزرقاء التي شهدت لقاء الهلال والنجم الساحلي قبل تمام. أيام. تمام تمام تمام، احنا بنطمن بس. وشايف ان المباراة انا شايفها بالكلام اللي حضرتك بتقوله ان في استعدادات طيبة واستقبال طيب للنادي الاهلي، واذا كان في جماهير للنادي الاهلي، وان المباراة تقام في جو اخوي من الدرجة الاولى. بالتأكيد بالتأكيد، الهلال الاهلي عندما يأتي الى الخرطوم هو بالغاهرة، والهلال عندما يذهب الى الغاهرة هو في الخرطوم. تمام تمام. قول لي، عندكم امل ان انتم تصعدوا للادوار الاخرى؟ امل كبير جدا وامل مشروع. ضحكت ليه؟ ضحكت ليه يا كابتن حسن علي؟ ضحكت ليه بس؟ قول لي ضحكت ليه؟ ضحكت لان السؤال غريب، هل هناك فريق يشارك في منافسه وليس لهم امل؟ ايوه عندكم الامل والحافز، انتوا عندكم 6 نقاط دلوقتي خلاص، وعندكم مباراه مع بلاتينيوم. المباراه دي على اساسها هيترتب الامل اللي حضرتك اللي انا بكلمك عليه. نحن لدينا حسابات دقيقه ولدينا امل، بل لدينا اصرار كبير جدا على المضي في هذه البطوله الى نهايتها. نحن لسنا خارج النزال يعني، والهلال سبق ان وصل الى النهائي مرتين، هذه المره نطمع ونتطلع الى ما هو ابعد من المباراه النهائيه. لا نود ان نكون فقط في المباراة النهائية، وإنما نريد أن نتوج الهلال بالكأس، ما الذي يمنع؟ طبعا مفيش حاجة تمنع، اللي يمنع مفيش حاجة تمنع ليه؟ يعني كل فريق يعني بيشارك في بطولة أفريقيا عنده حظوظ وعنده أمل وعنده كل حاجة. بشكرك شكرا جزيلا. نعم. كابتن حسن أو دكتور حسن علي الأمين العام لفريق الهلال السوداني، وأنا انبسطت جدا إن هو ما علقش على موضوع الكابتن حمادة صدر، انبسطت جدا والله العظيم. ثلاثة يعني هم يمكن اتفق معاهم في الاعداد ان هم ما اتكلموش على لكن انا اتبسطت جدا ان هم ما اتكلمش على موضوع الكابتن حماده، لان العلاقه ما بين مصر والسودان مش يعني مش هتكون بسبب كوره ولا مدير فني. وكابتن حماده صدقي واحد من المديرين الفنيين الكبار في الكره المصريه، وبيبقى في حاجات كل واحد عنده يعني حاجاته الشخصيه اللي هو على اساسها ليه ما كملش، لانه ما لحقش. كابتن حماده صدقي ولعب مباراتين مع النجم الساحلي، فاز في واحدة في تونس واتغلب في واحدة على أرض السودان.